ببطون خاوية يقضي سكان غزة شهر رمضان في ظروف إنسانية شديدة القسوة لتمادي قوات الاحتلال في استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، الأمر الذي يعد جريمة حرب وينذر بشبح مجاعة وشيكة. في الوقت الذي توصل فيه الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض إلى اتفاق بشأن استمرار فرض حظر على تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حتى مارس 2025، وتطالب واشنطن حليفتها تل أبيب بضرورة السماح للمفوض العام للوكالة بدخول قطاع غزة في أعقاب إعلانه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعته من ذلك في ظل حصار إسرائيلي مشدد على القطاع منذ أكثر من 5 أشهر. هذه المطالب الأمريكية لإسرائيل بأهمية تسهيل دخول العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تأتي بالتزامن مع زيارة جديدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط لاستكمال المحادثات حول سبل وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف الحصار، رغم أن الولايات المتحدة كانت في مقدمة الدول التي أوقفت تمويل الأونروا في يناير الماضي عقب اتهامات إسرائيلية لعدد من موظفي الوكالة المشاركة في هجوم 7 أكتوبر. بين عرقلة قوات الاحتلال لعمل المنظمات الإنسانية والإغاثية وتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في كافة أنحاء القطاع، يبقى السؤال قائماً حول مصير المدنيين المحاصرين في ضوء انتهاكات قوات الاحتلال التي تزيد من المعاناة الإنسانية يوماً بعد يوم.